يلا بينا. النهارده هنتكلم ان شاء الله عن المولكيولر داكينج. احنا اتكلمنا في المحاضره الاولى عن المولكيولر انتراكشنز اللي هي الانتراكشنز بين الليجند والتارجت، تمام؟ النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن المولكيولر داكينج اللي هو ازاي امسك ليجند واحطه جوه التارجت. علشان نتكلم عن المولكيولر داكينج هنحتاج نتكلم عن حاجتين، يعني هتلاقي المحاضره بتاعتنا فيها جزئين. الجزء الاولاني جزء صعب وسخيف وغير مفهوم، تمام؟ وبعد كده الدنيا هتبقى مفهومه. لا ما مهم بقى، عارف ان هو مهم للاسف علشان ايه؟ علشان تبقى شخص بيفهم. يعني تفهم حضرتك ايه؟ ما هو مش مفهوم عشان يبقى احمد شخص بيفهم. لا هو الجزء الاولاني صعب فعلا، عشان كده عايزكم تركزوا معايا ونحاول نشرحه بهذه الطريقه العظيمه الانتراكتيف، بحيث ان الدنيا تبقى ايه؟ توضح، والكلام ده بيتسجل عشان بعد كده عايزين تسمعوه تاني. ماشي حد زعلان؟ كله مبسوط؟ ربنا يستر علينا كلنا. يلا بينا. intended learning outcomes. لا مش مشكله. بصوا يا شباب، انا عايزكم تبصوا على الاستراكشر ده، تمام؟ الاستراكشر ده انتوا حاسين ان الجيومتري بتاعته كويسه؟ في حاجات غريبه فيه صح؟ في حاجه؟ لا اللي جنبيه فيس بيعيط. ايوه صح. شكرا على الملحوظه الذكيه، تمام؟ لان هو ديستورتد جيومتري صح؟ الجيومتري دي شكلها مش حلو. يعني لو بصينا عليها كده، هنبص هنا كده مثلا، هنلاقي ايه؟ هنلاقي شايفين الكربون دي؟ الكربون دي ماسكه في هيدروجين، تلاقي البوند دي شكلها غريب قوي، البوند والبوند انجلز هنا شكلهم غريب صح؟ مش ده اللي احنا متعودين عليه. طب تعالى نبص على الجميل الامور ده، لان ده شكله لطيف، تمام؟ هما الاثنين نفس الموليكيول، بس توزيعه الاتومز فيهم مختلفين، فبنسميهم ديفرنت كونفورمرز. ماشي؟ الكونفورمر هو 3D arrangement of a molecule. 3D arrangement of a certain molecule ده اسمه conformer بتاع المولكيول، تمام؟ فهتلاقي ان هنا two different conformers معمولين شكلهم غريب شويه. طيب انا عايز افكركم بحاجه خدناها اظن في البايوكيمستري او في الاورجانيك. كانوا بيقولوا لنا ان في حاجه اسمها تشير كونفورمر بتاع السايكلوهيكسين صح؟ كان بيعمل كده، هو ده اللي مرسوم اكشلي هنا، هو ده تشير كونفورمر. كانوا بيقولوا لنا ان ده الموست ستيبل كونفورمر بتاع السايكلوهيكسين صح كده؟ كان في كونفورمر تاني، حد فاكر هو ايه؟ البوت. الله ينور، ده ايه ده ما شاء الله، الشباب النهارده متالق. طيب اللي هو البوت كونفورمر اللي كان بيبقى عامل كده، فاكرينه؟ تمام. طب انهي كان احسن، كان البوت ولا التشير؟ التشير. يعني معناها ان انا ممكن يبقى عندي كذا ستيبل كونفورمر وكويسين، بس واحد احسن من الثاني صح كده؟ تمام. طيب هتلاقوا ان احنا في الدراج ديزاين في المحاضرات بتاعتنا دايما بنحاول نعمل ايه؟ احنا زمان كنا بنقول كواليتاتيفلي ده احسن من ده. ان في المحاضرات بتاعتنا دي ما بنحبش الكواليتاتيف سنس ده، بنحب كوانتيتاتيف سنس، يعني ده احسن بقد ايه، تمام؟ ولا يهمك يا باشا، ولا يهمك. المهم بنقول ده كواليتي، ده مش هناخد كواليتاتيف سنس، يعني مش هنقول ان الاستراكشر اللي على اليمين احسن من على الشمال بس كده. احنا عايزين حاجه نحدد بيها احسن بقد ايه، ندي ارقام، الارقام دي بتعبر عن جوده الاستراكشر، تمام؟ طيب زمان كانوا بيقولوا لنا ايه؟ زمان كانوا بيقولوا لنا لما يجوا يقارنوا بين اثنين ستراكشر زي دول، كانوا بيقولوا لنا ان السايكلوهيكسين ممكن عنده ستيبل كونفورمر بوت وممكن عنده ستيبل كونفورمر تشير، واحد منهم احسن من الثاني. كانوا بيقولوا لنا ان واحد منهم الانرجي بتاعته اعلى من الثاني صح؟ انهي الانرجي بتاعته اعلى؟ البوت اعلى من التشير صح كده؟ كله معايا؟ كله متفق معايا على الموضوع ده؟ يبقى دلوقتي في حاجه اقدر احسبها، لو حسبتها هتقول لي الموضوع الستراكشر ده مرتاح ولا لا. ايه الحاجه دي؟ الانرجي. يبقى لو انا اعرف احسب الانرجي بتاعه سيرتن كونفورمر هقدر احكم عليه ان هو ستيبل كونفورمر ولا لا صح كده؟ معايا في اللي انا بقوله ده؟ انا لسه ما اتكلمتش في حاجه روكيت ساينس، الدنيا سهله قوي صح؟ تمام؟ معايا اكيد ولا لا؟ ما تاخدونيش على قد عقلي، لو مش فاهمين قولوا معايا؟ طيب جميل. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول ان انرجي از ا فانكشن اوف مولكيولر جيومتري، يعني كل لما اغير الجيومتري زي ما احنا شفنا هنا كده، اغير الجيومتري الانرجي بتتغير. بس في حاجه زياده انا عايز اكد عليها في موضوع انرجي از ا فانكشن اوف مولكيولر جيومتري. تعالوا نحاول نكتبها هنا كده مع بعض. احنا زمان في الكالكولس كنا بنعمل ايه؟ في الكالكولس كنا، تعالوا نحرك دي شويه كده عشان تبقى الشاشه معدوله، هو ده ما بيتحركش. يلا مش مشكله. زمان كنا بنعمل ايه يا شباب؟ بصوا لا سحر ولا شعوذه. كنا بنقول ان احنا ممكن نعمل فانكشن، هسمي الفانكشن دي اي مثلا، واقول ان اي ايكوالز اكس سكويرد، تمام؟
وكنا لما بنيجي نعملها يعني مثلا e equals x squared يعني ايه؟ يعني انا ممكن ادي اي value ل x وده هيسمع في e صح؟ يعني ممكن اخلي ان ال x ب 0 يبقى ال e ب 0، ال x ب 1 يبقى ال e ب 1، ال x ب 2 يبقى ال e بكام؟ ما شاء الله يعني بتعملوا حسابات منتال من غير كالكوليتر، اللهم صل على النبي. طيب حاجه عظيمه، حاجه عظيمه. المهم ان انا ممكن ارسم ده، ممكن ارسم الكيرف ده، هيبقى كيرف عامل كده، ده الاي، الاي هتبقى هنا وهنا عندنا الاكس صح. وممكن ارسم الكيرف ده، الكيرف الازرق اللي هرسمه ده هيبقى عامل كده، المفروض يبقى لامس هنا، معلش ما اتظبطش عندي. لما يبقى 0 الاي ب 0، لما يبقى 1 الاي ب 1، لما يبقى 2 الاي ب 4 and so on صح. يبقى انا كده عملت ماثيماتيكال ريليشن شيب بين الانرجي وبين ايه، وبين اكس، بين الاي اسف وبين اكس. انا عايز اعمل نفس الموضوع ده بالظبط بين الانرجي وبين الجيومتري. يعني احنا اتفقنا ان الجيومتري لما تتغير الانرجي بتتغير، انا عايز اعملها بالمنظر ده. يبقى الموضوع كوانتيتيف كده، انا عارف ادي فاليو معينه للجيومتري تسمع لي في الانرجي. فاهمين حاجه؟ كله فاهم انا بحاول اعمل ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. تعالوا نبص على الكيرف ده. هو في ايه يا جماعه؟ ممكن ناخد لحظه كلنا ونقفل موبايلاتنا. طب اقفل انا كمان عشان المنظر العام بس. طيب بصوا يا شباب، دلوقتي عندنا الـ 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 الشكل ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن هيدروجين اتومز. تمام، الهيدروجين اتومز هنا المسافه ما بينهم بعيد عن بعض قوي، يعني لو حسبنا هنا كده الديستنس اللي تحت ده، الاكس اكسس ده بيعبر عن البوند لينث او الديستنس ما بينهم. تمام، فالديستنس هنا كبيره، يعني كل لما بتحرك على الاكسس ده كده كل ما الديستنس بتقل. فاهمين انا بعمل ايه؟ فاهمين الشكل؟ تمام. طيب والواي اكسس ده بيعبر عن ايه؟ الواي اكسس ده بالظبط كده، الواي اكسس ده بيعبر عن ده كده، بيعبر عن الانرجي. يبقى انا عندي هنا كده بيعبر عن المسافه بين الاثنين هيدروجين اتومز، وده بيعبر عن الانرجي. طيب الاثنين هيدروجين اتومز لما يبقوا بعاد عن بعض بالمسافه دي ايا كانت دي بقى كام، مثلا نقول مثلا دي 7 انجسترمز مثلا. تمام، هما بعاد عن بعض مش حاسين ببعض، بيقربوا، لما بيقربوا ببعض الانرجي بتقل. يعني ده معناها ان هما عاملين هيدروجين مولكيول مع بعض الانرجي بتاعتهم اقل من لما هما يبقوا سيبريتد، صح كده؟ هو ده منطقي ولا مش منطقي؟ ليه بقى؟ ليه ستيبل؟ يعني انت ليه متوقع ان الهيدروجين مولكيول ستيبل عن اثنين هيدروجين اتوم؟ هو كده كان مفيش لون بير، بس انتوا عارفين ان هم بيعملوا شيرنج اوف الكترونز صح كده؟ فلما بيعملوا شيرنج اوف الكترونز بيبقى مور ستيبل عن لما كل واحد لوحده. ان جنرال يا جماعه كقاعده از رول هم مش هيعملوا بوند الا لو كانوا مرتاحين اكتر. تمام، احنا اتفقنا قبل كده يعني ايه اللي يخليهم يمسكوا في بعض لو هم مش مرتاحين، صح كده؟ المهم ان هم لما بيقربوا من بعض بيعملوا بوند عند سيرتن ديستنس. الديستنس دي كام؟ الديستنس دي لو بصينا هنا كده على لو بصينا هنا كده على الاكسس، الرقم اللي المفروض يبقى مكتوب هنا 0.65 انجستروم. ماشي كده يا شباب؟ حد زعلان؟ طيب جميل قوي. لو انا ابتديت احاول اضغطهم تاني، يعني لو انا ابتديت احاول اقرب الاتومز دول من بعض تاني، الانرجي بتزيد. هي بتزيد ليه؟ ريبلشن بين النيوكليي. معايا في اللي انا بقوله؟ طيب يبقى انا دلوقتي عملت حركه جامده جدا. انا دلوقتي عرفت احدد فاريبل اللي هو زي اكس، فاكرين لما عملنا اكس سكوير؟ عرفت احدد فاريبل اكس اللي هو الديستنس ما بين الاثنين دول. الفاريبل ده كل لما اديله قيمه معينه، كل لما يبقى عندي انرجي معينه. تمام؟ يبقى انا كده عرفت اعمل حاجه نيوميريكال بين الانرجي وبين الديستنس اللي هي تعتبر جيومتري. احنا اتفقنا بين الانرجي والجيومتري. معايا حد مش معايا؟ معايا؟ مين مش معايا؟ قول لي ايه اللي وقع منك؟ نفتح التسجيل تاني. يعني انا عندي وضع معين مثالي للديستنس، تمام؟ كل لما ببعد عن الديستنس المثاليه بيسموها الاوبتيمم بوند لينث، كل لما ببعد عن الاوبتيمم بوند لينث الانرجي بتزيد. تمام؟ الفكره اللي انا عايز اوصل لها ان انا عندي حاجه نيوميريكال دلوقتي تربط لي الانرجي بالايه؟ بالجيومتري. السيستم بتاع الهيدروجين اتومز ده سيستم فيري سيمبل، واحنا هنعمل كده دايما، هناخد فيري سيمبل سيستم علشان نفهم منه شويه رولز، وبعد كده اقول لكم اللي يتقال فيها يتقال في السيستمز الكبيره. فاهمين حاجه يا جماعه؟ هم ما قربوش، انا بحطهم في وضع معين واشوف الانرجي في الوضع ده قد ايه، وبعدين اعمل لهم كومبريشن واشوف الانرجي في الوضع ده قد ايه. تمام، ده سيستم تخيلي يعني.
هو في الحقيقه ممكن حاجه زي كده بتحصل برضو بنتابعها بانواع ميجرنج يعني مش لازم ندخل فيها. تفهم قصدي؟ بس انا بقول لك يعني لو هم كانوا في الوضع ده الانرجي هتبقى عامله ازاي، ولو هم كانوا في الوضع ده الانرجي عامله ازاي، ولو هم في الوضع ده الانرجي هتبقى عامله ازاي. فاهمني معايا شباب؟ طيب تعالوا نبص على حاجه تانية. هنبص على ايه؟ هنبص على الووتر موليكيول. هو كله معايا اكيد ولا انا بهزي لوحدي؟ معايا؟ طيب تعالوا نبص على الووتر موليكيول مع بعض. الووتر موليكيول احنا متعودين على شكلها دايما بتترسم بالمنظر ده كده، صح؟ بتترسم بالمنظر ده. قصدي ايه؟ قصدي ان هي ما بتترسمش كده، يعني ما بنرسمش، محدش بيرسم الاكسجين كده والاثنين هيدروجين كده مثلا. حد بيرسم الووتر كده؟ لو حد بيعمل كده يبطل يعمل كده عشان كده مش حلو، ماشي؟ المفروض يبقى في انجل معينه هنا كده اللي هي 104. احنا كنا ليه بنعمل كده؟ عشان في لون بير هنا ولون بير هنا بيبقوا واخدين مكان. فاكرين الكلام ده؟ المهم يعني المهم ان انا عندي برضو اوبتيمم انجل. لو الانجل دي اتغيرت الانرجي هتزيد. معايا يا شباب؟ يعني انا ممكن ارسم نفس الكيرف اللي فات، يعني كيرف شبه الكيرف اللي فات، بس المره دي هرسمه بايه؟ المره دي هرسمه بالانجل. عندي هنا كده في النقطه دي عندي الاوبتيمم انجل اللي عندها المينيمم انرجي. كل ما ببعد عن الاوبتيمم انجل سواء كبرت الانجل او صغرت الانجل هتلاقي الانرجي بتحصل لها ايه؟ بتزيد. تمام؟ يعني انا عندي اوبتيمم انجل. طب جميل جدا. عايز اسالكم سؤال بقى للعبقريين منكم، للاشخاص العباقره. بصوا يا شباب، هي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن اغير بيها الانرجي بتاعت الووتر موليكيول؟ يعني ما ينفعش اعمل اي حاجه تانية تغير لي الجيومتري وتغير لي الانرجي بتاعت الووتر موليكيول غير ان انا اغير البوند انجل؟ قول كده تاني معلش. البوند لينث، ما انا ممكن اغير البوند لينث ده، صح؟ وممكن اغير البوند لينث ده، صح كده يا جماعه؟ يعني انا في طريقتين ممكن اغير بيهم الانرجي غير الانجل. يبقى انا ايه الفاريبلز اللي ممكن، يعني لو انا عندي ايكويشن زي ما كنا بنقول مثلا اي ايكوالز اكس سكويرد بلس واي سكويرد بلس زد، فاهمين قصدي؟ عندي كذا فاريبل. هو طبعا مش لازم يبقى نفس الفانكشن كده، بس انا بقول عندي كذا فاريبل. ايه الفاريبلز بتاعتي؟ عندي ايه؟ عندي الفاريبلز بتاعتي، عندي بوند لينث، عندي بوند لينث، وعندي بوند لينث ثانيه، وعندي بوند انجل. صح كده يا شباب؟ حد متضايق؟ حد مش فاهم انا بعمل ايه؟ يبقى اي واحده من الثلاثه دول بتتحكم في الايه؟ في الانرجي. طب انا هنا مش راسم غير واحده بس، صح؟ انا راسم البوند انجل بس، تمام؟ لان انا مثبت التانيين، يعني في ولا واحده من دول انا غيرت البوند لينث. البوند لينث ثابته وانا مغير الايه؟ البوند انجل عشان احاول اشوف البيهيفير بتاع البوند انجل. الدنيا فيها ايه؟ الحمد لله. طيب حد مش فاهم حاجه حتى الان؟ طيب اللي احنا بنرسمه ده يا جماعه، اللي بيترسم الكيرف اللي احنا بنرسمه ده اسمه، هو بارابولا صح؟ تمام. اسمه بي اي اس، برو ايفولوشن سكر. اسمه بوتنشال انرجي سيرفيس. بوتنشال انرجي سيرفيس، تمام؟ ليه؟ لان هو بيعبر عن الانرجي اللي هنا. الانرجي اللي هنا هي نوع معين من الانرجي اسمه بوتنشال انرجي، تمام؟ وده سيرفيس بسموه بوتنشال انرجي سيرفيس، تمام؟ طيب احنا راسمين واحد بس منهم، يعني راسمين فاريبل واحد منهم بس، فعشان كده ده اسمه 1 دايمنشنال 1 دي 1 دايمنشنال بوتنشال انرجي سيرفيس. يعني لو انا عايز اعمل سيرفيس يعبر عن الووتر موليكيول سيرفيس كامل متكامل هيبقى كام دايمنشن؟ 3 دايمنشنال بوتنشال. فاهمين قصدي؟ كله معايا؟ اكيد اكيد 100 100. دلوقتي عايز اوريكم حاجه غريبه شويه. احنا ممكن لو عندي موليكيول، يعني تعالوا اوريكم كده موليكيول غريبه، بس مش غريبه يعني، موليكيول كبيره شويه عن الميه. تعالوا نرسم هنا اي موليكيول تانية كبيره شويه عن الميه. نرسم ايه مثلا؟ ممكن نرسم حاجه زي الايثين، اثنين كاربونز وكل واحده ماسكه في ثلاثه هيدروجنز، تمام؟ مش لازم بقى ارسم ان هم هيدروجن، انتوا فاهمين قصدي. طيب الموليكيول دي انا ممكن اغير الانرجي بتاعتها ازاي؟ ايه الفاكتورز اللي بتاثر في الانرجي؟ عندي كذا بوند لينث، عندي دي وعندي دي وعندي دي وعندي دي وعندي دي وعندي دي، صح كده؟ عندي بوند لينكسات كتيره. طب وعندي ايه تاني؟ عندي بوند انجل، عندي دي اهي بوند انجل، اهي بوند انجل، في كذا بوند انجل، صح؟ طيب وعندي حاجه كمان اسمها داي هيدرال انجل. اسمها ايه؟ مين يسمع عنها؟ وساعات بيسموها تورشن، تورشنال انجل. ايوه الله ينور عليك.
انا عايز اوريكم ايه الانجل دي دلوقتي حالا. ماشي مستعدين؟ دي برضو من الانجلز المهمه اللي بتتحكم في الانرجي, واكتشلي دي الانجل اللي احنا مهتمين بيها اصلا في دراج ديزاين. يعني اللي فاتوا دول محدش بيغيرهم, يعني البوند لينكس والبوند انجلز بتبقى ارقام ثابته. يعني البوند لينكس مثلا بتاع الكربونيل اللي ماسكه في مش عارف في كذا بتبقى كذا, محدش بيغيرها. تمام؟ لكن دي بقى اللي انا هوريها لكم دلوقتي هي اللي بتتغير في الدراجز, وهي دي اللي بتخلي الدراجز تاخد اشكال مختلفه. ماشي كده يا شباب؟ كله متشوق يعرفها, انا طيران مخصوص يعرفها. يلا بينا نشوف. بص الموليكيول المرسومه هنا كده, كله شايف الموليكيول دي اللي هي ايه؟ هي موليكيول متحرفه من الايثين. تمام؟ بس انا عندي فوق هنا كده الاخضر ده اللي هو ايه, الاخضر اللي فوق ده, سوري ارسمه بالاخضر, الاخضر اللي فوق ده كلورين. تمام؟ هنا في كلورين وهنا في كلورين, والرمادي بيبقى ايه, الرمادي بيبقى كربون, والابيض شويه ده الهيدروجين. تمام؟ يعني هما في اتنين كاربنز, كل كاربن ماسكه في كلورين, وكل كاربن ماسكه في اتنين هيدروجينز. تمام؟ انا عايزك تبص في اللي هيحصل ده عشان هيحصل شغل عالمي دلوقتي حبيبي. بص يا سيدي, بصوا على اللي هيحصل دلوقتي. انا همسك دي كده واحركها, انا ما غيرتش في الموليكيول اي حاجه صح؟ انا كل اللي عملته ايه, ان انا حركتها بس. تمام؟ اكني بصيت عليها من ناحيه تانية. واخدين بالكم اللي حصل؟ ممكن نشوفه تاني معلش. الموليكيول كانت كده وانا همسكها من هنا كده, همسكها من هنا كده واقعد احرك فيها, احرك فيها, احرك فيها, احرك فيها, احرك فيها, عشان ابص عليها من هنا بس. تمام كده؟ طيب انا كده استفدت ايه؟ ظهر لي هنا انجل. الله ينور عليك. شفت الانجل دي؟ ما كانتش باينه من الاول, يعني لما كنا عاملين كده في الاول ما كانتش باينه. تمام؟ لكن لما عملنا الحركه دي شفنا الانجل اللي هي كلورين مع كلورين. معايا يا شباب؟ كله واخد باله انا بعمل ايه؟ حد مش واخد باله؟ طب حد واخد باله؟ كم واحد واخد باله؟ ارفع ايده. تمام؟ انا عارف انكم مش فاهمين ايه لازمه ده, ده مش مشكله خالص. تمام؟ هنعرف كمان شويه ايه لازمه الكلام ده, بس على الاقل فاهمين اللي انا بقوله؟ اكيد؟ طب الحمد لله. طيب بصوا يا جماعه, شايفين المنظر ده من اوله كده؟ احنا اللي عملناه ان احنا بصينا عليه من هنا كده, يعني حطينا عينينا هنا كده وبصينا عليه. تمام؟ فاول حاجه شفناها ايه؟ اول حاجه شفناها شفنا كربون. يعني حتى تعالوا نشغل الفيلم تاني معلش اخر مره كده. شفنا كربون, الكربون دي ماسكه في ايه؟ الكربون دي ماسكه في اتنين هيدروجين وفي واحده كلورين, صح كده؟ وبعد كده في كربون وراها, الكربون اللي وراها دي هعبر عنها بدايره, هي وراها في الظهر يعني. تمام؟ ممكن نرسمها بالوان ثانيه عشان تبان, نرسمها بالازرق مثلا. كربون دي الكربون اللي ورا ماسكه في ايه؟ ماسكه في كلورين وماسكه في اتنين هيدروجين برضه. ايه الانجل اللي قصدي عليها؟ انا قصدي على الانجل دي. تمام كده؟ ودي طريقه يونيفرسال لرسم الحاجات دي, لرسم الدايهيدرال انجل, بيستخدموا الطريقه دي دايما, بيسموها نيومان بروجكشن. بيسموها ايه؟ نيومان بروجكشن على اسم الاخ نيومان. ماشي؟ طيب انا عايز دلوقتي اشوف الموضوع ده هيفيدني في ايه؟ تعالوا كده نحاول نفهم الموضوع ده هيفيدنا ازاي. نفتح صفحه جديده كده. بصوا يا شباب, هنتخيل ان اللي ورا دي اللي هي الكربونايه الزرقاء باللي عليها قاعده بتلف, ماشي كده؟ طيب الكربونايه الزرقاء باللي عليها دي, بس هرسم كله اسود بقى بعد كده انتوا فاهمين قصدي. ماشي؟ هيبقى عباره عن ايه؟ تعالوا نشوف الكربونايه الاولانيه ماسكه في كلورين, ماسكه في اتنين هيدروجينز. تمام؟ هقف هنا كده بس عشان تبقى الكتابه اسهل. اوبس, تبان تبيه ورا الهيدروجينيه, هيدروجينيه ورا الهيدروجينيه, والهيدروجينيه ورا. واخدين بالكم انا بعمل ايه؟ كل واخد باله؟ طيب ده معناه ايه؟ معناه كلورينتين منطبقين على بعض. تفتكروا لما ينطبقوا على بعض هيعملوا ستيريك كلاش ولا لا؟ يعني الوضع ده مش هيبقى حلو, ده هيبقى هاي انرجي, هيبقى فيري هاي انرجي, صح كده؟ هو كله فاهم انا بعمل ايه؟ طب لما تلف كمان بحيث ان هي يبقى الوضع عامل كده, تبيه ورا الهيدروجينيه, هيدروجينيه ورا الهيدروجينيه, والهيدروجينيه ورا. واخدين بالكم انا بعمل ايه؟ كل واخد باله؟ طيب ده معناه ايه؟ معناه كلورينتين منطبقين على بعض. تفتكروا لما ينطبقوا على بعض هيعملوا ستيريك كلاش ولا لا؟ يعني الوضع ده مش هيبقى حلو, ده هيبقى هاي انرجي,
هيبقى very high energy صح كده؟ هو كله فاهم انا بعمل ايه؟ طب لما تلف كمان بحيث ان هي يبقى الوضع عامل كده واللي وراها هتبقى عاملة كده اثنين هيدروجين هي لفت كذا لفة بحيث ان هي توصل لكده. تفتكروا الوضع ده حلو ولا وحش؟ حلو صح؟ يبقى ده low energy. واخدين بالكم يا شباب انا بعمل ايه؟ كل واخد باله اكيد؟ طيب بصوا بقى كمان انا هعمل ايه تاني. في اوضاع تانية يعني نتخيل وضع زي ده، هو دي وهي بتلف اللي هي ال الكلوريناية الزرقاء دي وهي بتلف جت هنا وبعد كده جت هنا ورا الهيدروجينية دي. فحرسم الوضع ده دلوقتي، هحط الكلوريناية الكربوناية اللي في الأول ماسكة في الكلورين وماسكة في الاثنين هيدروجينز، وبعد كده الكلوريناية الكربوناية اللي في الظهر اهي وماسكة في كلورين، بس كلورين ايه منطبق على الهيدروجين هنا كلورين وماسكة في هيدروجين منطبقين على بعض، كل دول منطبقين على بعض. واخدين بالكم انا قصدي ايه؟ حد مش شايف اللي انا بعمله؟ طيب هل هنا في ستيريك كلاش؟ في برضه، يعني في بين الكلورين وبين الهيدروجين، وفي بين الهيدروجين وبين الهيدروجين، وفي بين الكلورين وبين صح كده لان هم قريبين من بعض. بس تفتكروا الكلاش، تفتكروا الكلاش هنا هيبقى زي الكلاش هنا؟ انهي كلاش فيه اعلى؟ اللي على الشمال ولا اللي على اليمين؟ الشمال. يعني هنا الانرجي وحشه برضه، بس الانرجي ايه مش اوحش حاجه، فهعبر عنها كده هحط لها سهم واحد واقول ان هي هاي انرجي بس. تمام. طيب دي لما لفت قبل ما توصل الكلوريناية اللي ورا دي وهي بتلف، قبل ما توصل هنا عدت بهنا صح؟ كان في الوضع اللي في النص ده. تمام، تعالوا نرسمه برضه. كان عندنا الوضع اللي في النص ده، يعني هنحط الكربونايه، هنحط دي كلوريناية، دي الكربونايه اللي قدام باللي هي شايلاه، وبعد كده في اللي ورا، اللي ورا عامله كده، وكلوريناية هنا. واخدين بالكم يا شباب؟ طيب دول بعاد عن بعض، يعني هنا دول مش منطبقين على بعض. تمام، بس هل بعاد عن بعض زي هنا؟ لا، يعني اللي على اليمين ده وضع مريح، بس ده وضع مريح قوي. تمام، يعني ده وضع كويس بس ده احسن منه، فانا هعبر عنه بايه؟ بلو انرجي واحده بس. يبقى احنا دلوقتي عندنا كام كونفورمر ممكن نوصفهم للموليكيول دي؟ عندنا اتنين حلوين واتنين وحشين صح؟ طب لو انا عايز ارسم البوتنشال انرجي سيرفيس بتاع الموليكيول دي هرسمه ازاي؟ هيبقى حاجه عامله كده، هيبقى حاجه عامله كده، في حاجه كويسه قوي وبعد كده بامب، وبعد كده حاجه كويسه بس مش قوي، وبعد كده حاجه وحشه قوي and so on. واخدين بالكم يا شباب؟ عندنا اتنين كونفورمرز حلوين وعندنا اتنين كونفورمرز وحشين. لا انا قصدي لو لفت تاني، ما هي بتقعد تلف، لو لفت تاني هتكمل بقى. واخدين بالكم اللي انا بعمله؟ السلايد اللي جايه سلايد سودا، سودا سودا سودا، يعني هي سودا بجد مش سودا يعني وحش، هي سودا فعلا. تمام، السلايد دي فيها اللي انا بقول لكم عليه ده، فيها اللي انا بقول لكم عليه ده، الرسومات اللي احنا كنا بنحاول نرسمها سوا. لو واحد ما شافهاش في السلايد اللي فاتت يبقى ان شاء الله يشوفها دلوقتي. ده اللي هو لما بيبقى كلورينتين عكس بعض. تمام، لما بتلف، يعني نتخيل ان الكلوريناية اللي تحت دي هي اللي بتلف، هتلف الناحيه دي. ماشي كله معايا؟ فهتلف هتدي ايه؟ هتدي الاستراكشر ده اللي هو في النص ده، وبعد كده هتلف تاني فهتدي الاستراكشر ده اللي هو الاستراكشر اللي تحت ده. تمام، يعني هي كانت هنا كده، هي كانت هنا كده، هتلف كده بقت هنا، هتلف كمان بقت هنا. تمام، هتلف كمان بقت هنا. ماشي كده؟ طيب دول اوحق لما يبقوا منطبقين على بعض كده، بيسموهم حتى بنستخدم الساينتفك تيرم ده بنسميها اكليبس. اكليبس عارفين زي الخسوف بتاع الشمس. تمام، فهم دول اكليبس فورمز ودول اكليبس فورمز. تمام، ودول بيسموهم ستاجرد اللي هم مقلمين كده. تمام، عكس بعض. تمام، ده ستاجرد وده ستاجرد، بس انهي احسن من الثاني؟ ده احسن صح؟ هتلاقي هي مش باينه قوي في الكيرف ده، بس هتلاقي ان النقطه دي، النقطة اللي هنا دي أوطى من النقطة دي.
صح في الكيرف. واخدين بالكم من الكيرف كله؟ شايف يعني النقطة اللي هنا دي كده لو بصيت هنا كده هتلاقيها أعلى سيكا يعني، تمام؟ واخدين بالكم يا جماعة؟ طيب ليه؟ لأن هو ده كويس وده كويس، يعني اللي على اليمين كويس واللي على الشمال برضو كويس، بس اللي على اليمين أحسن من اللي على الشمال، تمام؟ والاثنين دول وحشين اللي هما إكليبست، الاثنين وحشين، بس في واحد أحسن من التاني. في واحد احسن من الثاني، واحد اوحش من الثاني. فاهمين حاجه يا جماعه؟ حد زعلان؟ كله فاهم انا بقول ايه؟ ممكن اللي وشه منور يبطل تنوير وشه؟ هو مش منور ولا حاجه لان البرايتنس واطيه، بس يعني باب الدعابه يعني. طيب ازي حضرتك يا فندم؟ يا اهلا يا اهلا، يا دي النور. طيب حالا هقول لكم ايه لازمه كل ده، بس عايز الخص لكم بس اللي حصل. اللي حصل ان احنا عرفنا نقارن بين الانرجي وبين الجيومتري، واخترنا شويه فاريبلز للجيومتري نقارن على اساسهم. اول حاجه اخترناها البوند لينث، تاني حاجه اخترناها البوند انجل، وبعدين اخترنا انجل غريبه كده اسمها دايهيدرال انجل. ووريتكم الدايهيدرال انجل بتتغير، بتعمل تغييرات كتيره بحيث انها تظبط كونفورميشنز مختلفه، وبتبتدي تعمل variation في potential energy surface تخلي حاجة أحسن من حاجة، حاجة أوحش من حاجة، مش بالبساطة بتاعة البوند أنجل والبوند لينك، صح؟ وعلشان كده potential energy surfaces بتاعة الدراجز تبقى معقدة جدا. والكلام ده بيظهر إمتى؟ بيظهر لما يبقى عندي dihedral angles ممكن تتغير. بيبقى عندي dihedral angles ممكن تتغير إمتى؟ لو أنا عندي single bonds، يعني single bonds بتلف، single bonds freely rotating، فيبقى ساعتها ممكن يبقى عندي dihedral angles بتتغير. فاهمين حاجة يا جماعة؟ طيب لو انا عندي دلوقتي potential energy surface زي ده كده، تمام، انا عايز ابص على السيرفيس وعايز ديفاين حاجه خدناها زمان اسمها سلوب. فاكرين فاكرين السلوب؟ كنا بنقول ان احنا عندنا حاجه اسمها سلوب لو فاكرين، تمام. انا اظن ممكن ارسم خطوط، وانا ما ينفعش ارسم خطوط. ايه ده؟ يلا مش مشكله، البرنامج لازم اتعود عليه شويه بدل ما اتفضح قدامكم كده. يلا مش مهم مش مهم. هو مايل شويه، بس هو المفروض لو انا عملت تانجنت هنا كده ما يبقاش مايل، ولو عملت تانجنت هنا كده ما يبقاش مايل، صح؟ تمام، لان الحته دي السلوب بتاعها بزيرو، الحته هنا دي السلوب بتاعها مش بزيرو. فاكرين حاجه اسمها سلوب؟ كنا بناخدها على الكيرف كده بنرسم تانجنت، تمام. الحاجه دي ممكن تتخيلها بذهنك انك تتخيل ان السيرفيس ده سيرفيس حقيقي، يعني تخيل ان السيرفيس اللي قدامك ده سيرفيس حقيقي وفي كوره هنا. لو في كره هنا مش هتتحرك، ولو في كره هنا مش هتتحرك، لكن لو في كره هنا هتقع تحت، صح كده؟ تمام. فهنا في سلوب، هنا سلوب بزيرو، هنا سلوب بزيرو، وهنا في سلوب، سلوب ليه فاليو، تمام. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان عندنا بوينتس على السيرفيس، على لو ده بوتنشال انرجي سيرفيس، لو ده كده بوتنشال انرجي سيرفيس، عندنا بوينتس مهمه على السيرفيس. البوينتس دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر المينيمم بيعبر عن ستيبل كونفورمر، والماكسيمم بيعبر عن انستيبل كونفورمر، تمام كده. يبقى انا عندي نقطتين مهمين، والنقطتين دول بيبقوا تحت بند الاستيشنري بوينت اللي هي السلوب عندها بزيرو. ماشي كده يا شباب؟ طيب يلا بينا نكمل. الحته اللي جايه دي بقى حته عالميه، وعايزك تركز معايا. الكلام اللي جاي ده كلام عالمي ملوش حل، تمام؟ شايفين اللي انا رسمه ده؟ ده بوتنشال انرجي سيرفيس لاي فاريبل ايا كان، مش لازم التورشن انجل، اي فاريبل، تمام؟ طيب حلوة قوي. والبوتنشال انرجي سيرفيس ده بيعبر في الحاله دي عن الدايهيدرال انجل. انهي دايهيدرال انجل؟ الدايهيدرال انجل بين البتاع الحمراء دي وبين البتاع الرمادي. واحد هيقول لي اشمعنى دول؟ اقول له معلش خدني على قد عقلي، تمام، يعني بس انا عايز اوصل لك فكره معينه. انتوا زعلانين ليه؟ مش زعلانين؟ طيب ماشي. انا بدور ببص على الانجل اللي بين البوند دي والانجل دي، الدايهيدرال انجل دي بالذات. كله شايف انا بقول ايه؟ الدايهيدرال انجل دي واضح انها قريبه من 240، صح؟ لان هي لو كده كانت هتبقى 180، صح؟ بعديها بشويه قريبه من 240 الحته دي، بس هي مش 240 بالظبط، انا قاصد ان انا ارسمها بميل. فهي لو 240 كانت هتبقى هنا، دي اللي هي 240، فانا رسمها اقل شويه، فعشان كده النقطه دي بتعبر عن الانجل دي. واخدين بالكم يا جماعه انا بقول ايه؟ اكيد؟ اكيد؟ طيب بصوا بقى اللي هيحصل دلوقتي، هيحصل شغل عالمي دلوقتي. هوبا، لا سحر ولا شعوذه. هوب ايه ده؟ اتفضل.
بصوا يا شباب، شفتوا الفرق بين النقطتين دول، النقطة الأولانية دي والنقطة دي؟ واخدين بالكم من الفرق؟ تمام. لما بتبقى 180 بيبقى الايه الستراكشر مرتاح، تمام كده، غير لو هي ايه 240 زي ما هي كانت كده، تمام، او قرب 240. طيب انا عايز اوصل لكم دلوقتي بقى حاجه بجد حلوه قوي هتعجبكم، عشان كده انا جاي صح الراجل ده، مش عايزها تفوتك، لو فاتتك هتزعل في حياتك. الحته دي جامده جدا. اسم حضرتك ايه يا فندم؟ احمد، صح؟ احمد باشا. استنى اوقف التسجيل بس. احنا عايزين نرسم الاستراكشر ده على الكمبيوتر، الاستراكشر ده نفسه كده على الكمبيوتر. وهتلاقي لو دخلت اللاب، انتوا دخلتوا اللاب بتاع الديزاين صح؟ قالوا لكم تعملوا مينيمايزيشن للاستراكشر ولا لسه؟ لسه، الاسبوع الجاي هتلاقيك بترسم استراكشر بتاع دراج، وبعد كده بتدوس مينيمايز. تمام. مينيمايز يعني ايه؟ يعني عايز الكمبيوتر يوصل للمينيمم انرجي بتاعت الدراج. هو مش مرسوم في المينيمم انرجي، البوند انجلز والبوند لينكس والدايهيدرز بتاعته مش مرتاحه، فاحنا بنقول للكمبيوتر ريحها. تمام. المفروض الكمبيوتر يعمل ايه؟ يروح يدور على المينيمم اللي موجود على البوتنشال انرجي سيرفيس، صح كده؟ طيب انا هقول لك حاجه بقى جامده جدا. الكمبيوتر ما بيعرفش شكل البوتنشال انرجي سيرفيس، تمام. امال الكمبيوتر بيعرف يعمل ايه؟ الكمبيوتر بيعرف يحسب حاجتين بس، بيعرف يحسب الانرجي بتاعه الكونفورميشن اللي انت مديهوله، وبيعرف يحسب السلوب. حاجتين اتنين فقط، بيعرف يحسب الانرجي وبيعرف يحسب السلوب. يعني ايه؟ تعالوا نشوف كده. يعني ايه؟ يعني بيبقى المنظر عامل كده، المنظر عامل كده. انت مديله certain conformation، هو عارف conformation ده الانرجي بتاعته كام. واخدين بالكم؟ يعني هو هنا كده عارف الجيومتري قد ايه، وعارف الانرجي بتاعتها كام، بس هو مش شايف السيرفس. تمام. طب تفتكروا الكمبيوتر هيوصل للمينيمم ازاي اذا كان ما يعرفش السيرفس؟ ممكن يعمل ايه؟ يعني لو انت مكان الكمبيوتر وبتعرف تحسب الانرجي وبتعرف تحسب السلوب وما تعرفش شكل السيرفس، هتوصل ازاي للمينيمم انرجي؟ ما هو ما يعرفش الايكويشن، ما يعرفش شكل الكيرف. انت لو مكانه تعملي ايه؟ مش فاهمه؟ طب ما تقولي من بدري يا بنتي. انا بقول لك ان البرنامج انت حضرتك مدياله ستراكشر عامل كده، تمام. الاستراكشر ده مش هو الاوبتيمم. هو طبعا انا مديك ستراكشر سهل، فانت بعينيكي كده عارفه ان ده مش الاوبتيمم، والمفروض دي تبقى هنا ودي تبقى هنا ودي، فاهمه قصدي؟ بس انا بقول لك ده كمثال عشان نفهم هو هيطبق الموضوع ده ازاي على ستراكشرز اصعب، فاهماني؟ طيب هو بقى هيعمل ايه؟ هو بيعرف يحسب الانرجي وبيعرف يحسب السلوب، تمام. فهيستغل الموضوع ده بحيث ان هو يعرف يوصل للمينيمم حتى لو هو مش عارف شكل الكيرف. ده اللي انا عايز اوصله لك. تعالوا نشوف البرنامج بيعمل حركه ذكيه جدا. تعالوا نشوف البرنامج بيعمل ايه. كله معايا يا شباب؟ حد تاني محتاج نتناقش شويه؟ مش عيب يعني. طيب بص البرنامج بيعمل ايه. البرنامج بيعمل تغيير صغير في الجيومتري. هو بيعرف يحسب الانرجي صح، فبيغير الجيومتري ويشوف الانرجي بقت كام. هو لما غير الجيومتري دلوقتي ايه اللي حصل؟ الانرجي قلت ولا زادت؟ قلت. يقول قشطه كده، حلو قوي، انا ماشي في الاتجاه الصح. يقوم يعمل ايه؟ غير الجيومتري بنفس الاتجاه تاني، لا الانرجي قلت تاني، كويس. لقاها، بص بقى، جاي غيرها تاني، ايه اللي حصل في الحته دي؟ جاي غيرها تاني قلت، جاي غيرها تاني زادت. يقول لك لا، يبقى التغيير ده مش مظبوط. واخدين بالكم؟ يقوم راجع تاني، يقعد يعمل كده ايتريشنز 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 لغايه لما يوصل لايه؟ لغايه لما يوصل للمينيمم انرجي، تمام. طب امتى يقف؟ يعني هل ممكن يقعد يعمل كده للابد؟ يعني يقعد يصغر حتت صغننه، يصغر حتت صغيره، يعني عارفه، يظبط بقى 0.00001 من الانجل، تمام. بيوصل لغايه لما السلوب يبقى ايكوال تو زيرو، لان هو بيعرف يحسب السلوب، تمام. بس الكمبيوتر ما بيفهمش موضوع زيرو ده، انت لازم تدي له رقم معين. فانت هتلاقي وانت بتستخدم برنامج ام او اي، هتلاقيه بيقول لك لما تيجي تعمل مينيمايزيشن، هتلاقيه بيقول لك اختار الجريدينت، جريدينت يعني السلوب. هتلاقي ام او اي اصلا كاتب لك 0.05، تمام. فهو بيعمل ايه؟ بيقعد يعمل التبديلات بتاعته دي لغايه لما يوصل لسلوب اقل من 0.05. هو بيقعد يغير وهو يعرف يحسب الانرجي. ما هو ما بيعرفش ان هي اقل انرجي، هو بيوصل لغايه لما السلوب، هو بيعرف يحسب السلوب كمان، بيوصل للسلوب اللي قريب من الزيرو. قريب قد ايه بقى؟ انت بتبقى مديله رقم يقف عنده، تمام. ف
فهو لما اول لما يوصل ان الرقم بتاعه السلوب بقى اقل من الزيرو من 0.05 يقوم واقف، يقول لك هو ده المينيمم انرجي. تمام، ده اللي البرنامج بيعمله بالظبط، ده اللي ام او اي بيعمله بالظبط. تمام، حتى انت هتلاقي هتفتح هتدوس على البرنامج هتلاقي طلع لك بوب اب ويندو كده ومكتوب عليه جريدينت انت ممكن تغيره. فاهمين قصدي يا جماعه؟ طيب حلو قوي، تعالوا نشوف معمول في هيئه فلو تشارت. البرنامج بيعمل ايه؟ اول حاجه البرنامج بيقعد يغير في الجيومتري وبعد كده يحسب الانرجي ويحسب الجريدينت اللي هو السلوب. لو لقى ان الكونفرجنس كرايتيريان از مات، كونفرجنس كرايتيريان اللي هي ايه؟ اللي هي السلوب اللي انت مديهوله، لو هو وصل لاقل من السلوب اللي انت مديهوله يقف عنده خلاص، يقول لك تمام كده انا وصلت للمينيمم ستراكشر. لو ما عملش كده يقوم لافف تاني يغير تاني اند سو اون. تمام، الكلام ده ليه امبليكيشن خطير قوي هقول لكم عليه دلوقتي حالا. ايه ده؟ لو انا عندي بوتنشال انرجي سيرفيس زي اللي انتم شايفينه ده، البوتنشال انرجي سيرفيس هنا كده مثلا ممكن يكون اي بارامتر، ممكن يكون اي دايهيدرال مثلا. فاهمين قصدي؟ اي دايهيدرال انجل على الاكس اكسس. كل لما تغير الدايهيدرال انجل دي، كل لما الانرجي بتتغير. تمام، انت لما بتحط شباب في حاجه زي ما اتفقنا عندنا سيرتن فاريبل، الفاريبل ده بيتغير وليكن اي دايهيدرال فبيغير لي البوتنشال انرجي سيرفيس اللي انتوا شايفينه ده. تمام، طيب ماكاريوس راح رسم الموليكيول بتاعته، رسمها بحيث ان الفاريبل ليه الفاليو دي. تمام، فاحنا علمناها بالاخضر، وانا لما جيت رسمتها الدايهيدرال انجل مختلفه شويه. تمام، فاللي هي الدايره الحمراء دي، واحمد مثلا رسمها بقت هي الدايره البرتقاني دي، ومحمود رسمها بقت هي الدايره. فمين قصدي؟ الدوائر دي بتعبر عن الجيومتري اللي انت ابتديت بيها. تمام، لما جيت ترسم الموضوع ده على البرنامج. طيب كلنا دوسنا على الزرار بتاع مينيمايز، هل كلنا هنوصل للجلوبال مينيمم دي؟ لا، هو الكمبيوتر بيعمل ايه؟ الكمبيوتر بيغير الجيومتري ويشوف الانرجي بتقل ولا لا. يعني الكمبيوتر دايما بيحاول يقلل الانرجي، فهتلاقي اللي ابتدى بيها ماكاريوس انتهى بالجيومتري اللي هنا دي، والتاني ابتدى بيها انتهى بالجيومتري اللي هنا، والثالث ابتدى بيها انتهى هنا، والرابع ابتدى بيها انتهى. فاهمين قصدي يا جماعه؟ يعني هيبقى الاندنج. نعم، هو انا مديله رقم يبقى عنده مينيمايز، ما احنا مش مدينا نفس الرقم، احنا لما جينا نرسمها ما رسمناهاش زي بعض، مش كل الناس ترسم زي بعضها. ما هو كل دول السلوب عندهم زيرو، فاهمني؟ تمام، هو بيقلل الانرجي وبيوصل للسلوب زيرو، فبيوصل لاقرب زيرو عنده على البوتنشال انرجي سيرفيس. تمام، ده اللي عايز اوصله لكم ايه؟ ان الستارتنج جيومتري، ودي كلمه مهمه قوي، ستارتنج جيومتري افكتس ذا مينيمايز ستراكشر. نحفظها مع بعض، ستارتنج جيومتري افكتس ذا مينيمايز ستراكشر. ليه؟ بسبب اللي احنا قاعدين نحكيه. انا اكشلي بحكي لكم كل اللي انا بحكيه لكم ده عشان اوصل للموضوع ده. تمام، بس كده، ده التشيك بوينت بتاعتي، انا عايز اوصل للجمله دي. الكلام ده هيفيدني في ايه؟ الكلام ده هيفيدني ان انا بعد كده احنا بنجيب سيرتن ليجند ونحاول ندخله جوه البروتين، صح؟ تمام؟ الليجند نفسه انا لازم ابقى فاهم ان هو ليه كونفورمرز كتيره قوي، مش مجرد ان انا دوست مينيمايز على الكمبيوتر يبقى انا جبت احسن كونفورمر ليه، لا الكلام ده مش صح. هو ليه ممكن يبقى ليه كونفورمرز كتيره قوي زي ما احنا شايفين هنا كده. لو بصينا هنا كده هنلاقي فيه كونفورمرز كتيره قوي ممكنه، شايفين كل الويلز دي، وده اصلا ستراكشر مبسط. في الحقيقه بيبقى فيه بقى الوفات من دي. هقول لك بقى دلوقتي، ما هو ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. تمام، معايا شباب؟ كله فاهم انا بقول ايه؟ اه، ما احنا شفنا الموضوع ده قبل كده، فاكر لما جينا نرسم اللي هو اللي كان فيه 2 كلورين؟ ما هو احنا لما شفناها قبل كده اللي هي الشاشه السوداء دي، كان برده في حته اوطى من حته وحته اعلى من حته، ولكلهم عندهم سلوب زيرو عادي. تمام، فاهمين حاجه يا جماعه؟ طيب احنا وصلنا للتشيك بوينت اللي انا عايز اوصل لها. اول حاجه اللي هي ايه؟ ان energy is a function of molecular geometry. تمام، بعبر عن المولكيولر جيومتري دي بايه؟ بالبوند لينكس او البوند انجلز او الدايهيدرال انجلز. تمام كده. طيب تاني حاجه ايه؟ نحاول نقراها كده ونحاول نفهمها. energy minimization leads to the closest conformer that corresponds to a local minimum on the potential energy surface. كله مستوعب؟ لما بعمل energy minimization انا بوصل لكونفورمر بيعبر عن المينيمم القريبه مني، اقرب مينيمم قريبه مني. تمام معايا داليا؟ بجد؟ طيب conformer with the least energy is called global minimum. يعني ايه؟ يعني لما احنا بيبقى عندنا
لما احنا بيبقى عندنا potential energy surface عامل كده whatever, اوطى واحد فيهم ده اسمه global minimum. دول كلهم دول good conformers, دول اسمهم local minimum. تمام, اللي تحت خالص هو least energy هو global minimum. تمام, يبقى الكل ده احسن احسن conformer فيهم, اكتر واحد مرتاح في الانرجي. تمام كده يا شباب؟ طيب يعني انا ممكن الاستراكشر بتاعي يبقى فيه كونفورمرز كتيره جدا, واحد منهم هو جلوبال مينيمم وفي كونفورمرز ثانيه تنفع برضه, بس هي لوكال مينيمم يعني الانرجي بتاعتها اعلى سيكا من الايه من الجلوبال مينيمم ده. ازي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. طب يعني محدش يخش كوبايه شاي طيب ولا اي حاجه؟ يلا معلش. لا لا ولا حاجه كمان. يلا مش مشكله, يلا مش مشكله. عملتها في السمر والله, جبت لهم مره بويلر وجبنا عارفين الباكيتات اللي هي بتاعت, وبيناموا برضو يعني شاربين النسكافيه قدامي وبيناموا. طيب تعالوا نبص على ال تعالوا نبص على نعم. احنا بندي للكمبيوتر الرقم بيقعد يعمل من نويز وبيوصل لاقل اقل اقل ان طب اشمعنى الحاجات عاليه مش هو نفس الرقم هنا ولا نفس الرقم؟ لا مش نفس الرقم, الانجس مختلفه. ما انت حسب انت بادي منين. انت فاكر بص ثواني, فاكر الكيرف كان عامل ازاي بتاع الكلورين والهيدروجين وبتاع؟ كان عامل كده, كان في حاجه كويسه قوي. ثواني بس جاي لك في الكلام, وفي حاجه وحشه وفي حاجه حلوه وفي حاجه اوحش. تمام, كلهم بقى نفس الكومباوند, كلهم نفس الكومباوند. لو انا بادي, لو انا مدي الكمبيوتر الشكل عامل كده سوري تمام, وقلت له مينيمايز, هيمينيمايز بحيث انه يوصل لايه, بحيث انه يوصل للشكل ده. فاهمني؟ مش هيوصل للشكل الانتي. ليه؟ لان هو ده اقرب واحد لده, يعني ده كده هيقوم نازل لغايه هنا كده, مش هيوصل للشكل اللي بعديه. فاهمني؟ امتى يوصل للشكل اللي بعديه؟ لو انت بادي اصلا بحاجه قريبه من الشكل اللي بعديه. فاهم بجد ولا نظام؟ طيب يلا بينا. جايلك في الكلام, جايلك في الكلام. يلا بينا. بص يا شباب, شايفين الاستراكشر بتاع النفتالين اللي على الشمال ده؟ الاستراكشر ده تفتكروا الاستراكشر ده ليه كونفورمرز ثانيه مريحه من تخيلكم كده ومن خبراتكم الكيميائيه العظيمه؟ ما نظنش, صح؟ هو دايما بيبقى عامل منظره كده, اللي هو بيبقى اتنين بنزين ماسكين في بعض, فدايما بيبقى بلينر بالمنظر, صح كده؟ تمام. طيب تعالوا نبص على الاستراكشر ده, تفتكروا ان ليه كونفورمرز كتير ولا قليله؟ هيست كونفورمرز زي دول مثلا. تمام, هو كتير, اكشوالي كتير قوي. ليه؟ لان في سنجل بوندز كتيره, فالسنجل بوند ممكن اللي حواليها فاهمين قصدي, ممكن ترسمها بكذا طريقه حواليها. يبقى احنا عندنا حاجه بتعبر عن الفلكسيبيليتي. البارامتر اللي بيعبر عن الفلكسيبيليتي هو ايه؟ السنجل بوند. كل لو انا عندي سنجل بوندز اكتر, كل لما يبقى المولكيول بتاعتي مور ايه, فلكسيبل. معايا يا شباب؟ تمام. طيب انا لو عايز ادخل المولكيول بتاعتي, لو انا عندي المولكيول دي مثلا, مثلا هي دي دراج مثلا, يعني هو كلامها هبل بس قشطه. لو المولكيول دي هي الدراج وعايزه تخش جوه الاكتف سايت, لو انا عندي اكتف سايت معين, تمام. طب انا اختار انهي واحده من دول اجربها اشوفها بتخش؟ ما احنا ما نعرفش بقى, يعني احنا دلوقتي يعني بتبص على الاكتف سايت على الكمبيوتر كده, مش بتعرف تتخيل بالظبط تبدا بانهي كونفورمر. تمام, وساعات بيبقى عندك مولكيولز كتيره, مش تقعد تمسك واحده واحده وفيجوال تبص. فاهمين قصدي؟ فانت المفروض ايه, لو انت عندك ريجيد مولكيول زي دي, يبقى هي دي بمنظرها كده هتخش, لان اكيد ما لهاش شكل تاني اصلا. فاهمين قصدي؟ لكن لو انت عندك مولكيولز فلكسيبل, بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها كونفورميشنال سيرش. بتعمل بروسيس قبل ما تبتدي تعمل الدوكينج بتاعك. كونفورميشن سيرش يعني ايه؟ يعني بتجرب كونفورمرز كتيره, جنريت كونفورمرز كتيره, والكونفورمرز الكتيره دي تحاول تحطها جوه البوكيت بتاع الايه, بتاع التارجت. فاهمين حاجه؟ تمام. انا لغيت اعمل ازاي اللي هو الجزء ده لغيته من عليه. ف ده ملغي الحته في الميد تيرم. على فكره الميد تيرم الحاجات اللي انا قلتها في لكتشر 1 كلها علينا. تمام,
اللي هو يعني مثلا اي حاجه انا قلتها ممكن اسالك عليها، ممكن اسالك تفهمني يعني اشرح لي ليه ده احسن من ده، ليه ده اقوى من ده، ليه ده ليه ده جود هيدروجين بوند اكسبتر وده مش جود هيدروجين بوند اكسبتر. الحاجات دي كلها ممكن اسال عليها في الميد ترم، وعكس الميد ترم صعب تمام علشان بفتري يعني. لا عشان تذاكروا كويس في الفاينل. ما محدش بيذاكر في الفاينل قوي غير اللي بيلبس في الميد ترم قوي، دي حكمه معروفه. ايوه يا فندم. ايوه ده ستراكشر بتاع دراج، انا رسمته على كيم درو، رسمته على كيم درو فوق هنا اهو تمام. طيب لما رسمته على كيم درو ده مرسوم 2 دايمنشنال، اكيد الدراج مش كده في الحقيقه صح؟ ما يبقاش ما كده مش مرسوم على ورقه يعني. فقمت حطه على ام او اي، لما حطيته على ام او اي قام مديني ايه ودوست على زرار مينيمايز. هو انا لما ادوس على زرار مينيمايز هيديني احسن شكل في التاريخ؟ لا، هو هيديني اقرب مينيمم للشكل اللي انا بادي بيه تمام كده. ده ليه حاسه بسعاده مطلقه. يلا مش مشكله. طيب انا دلوقتي عايز اعرف حاجه بقى، انا عندي سؤال مهم قوي، عندي دلوقتي pivotal question، سؤال محوري. بس ده السؤال اللي هنرتكز عليه لباقي المحاضره. ازاي اعرف الباي اكتف كونفورمر؟ يعني ايه باي اكتف كونفورمر اصلا؟ الشكل بتاع الدراج وهو جوه وهو فعلا ماسك في التارجت تمام. الباي اكتف كونفورمر الكونفورمر بتاع الدراج with which it makes best او the optimum interactions with the target تمام. طيب ازاي ده اعرفه اذا كان في كونفورمرز كتيره، يعني في 3 دي ارينجمنتس كتيره قوي للموليكيول، والموليكيول اللي انا راسمها مثلا فيها سنجل بوندز كتيره، لو بصينا عليها هتلاقوا في سنجل بوندز كتيره. يعني عندنا مثلا سنجل بوند هنا اهي، فممكن دي بتلف براحتها، وعندنا مثلا كذا سنجل بوند هنا كده وهنا، وعندنا الرينج دي نفسها ممكن يتعمل لها اورينتيشن بكذا طريقه صح، عندنا سنجل بوندز كتيره. طب ازاي اعرف الشكل بتاع الدراج اللي هو ماسك في الريسبتور فعلا؟ هو اكشلي ده الشكل اللي ماسك في الريسبتور اللي انا رسمه ده، انا عرفته منين؟ الله ينور عليكي. انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن لو لقيت الاستراكشر بتاع البروتين كوكريستلايزد مع الليجند اطلع الليجند وابص على شكل صح كده. يبقى اول حاجه ممكن الاستراكشر اللي هي الاكسبيرمنتال ميثود، ان انا اعمل كريستلايزيشن للبروتين مع الليجند اشوفه ماسك فيه، انا ابقى كده مطمن ان هو ده الشكل اللي بيمسك بيه صح كده. طب افرضوا ده مش متاح، بنعمل حوار الدوكينج اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه معايا كده يا شباب. يبقى احنا كل القصه اللي احنا بنتكلم عليها دي هدفها ايه؟ هدفها ان انا اوصل لكم يعني ايه في كونفورميشنز كتيره وعلاقه ده بالانرجي تمام، وازاي في الاخر انا كونفورميشن واحد بس من ضمن الكونفورميشنز الكتيره دي هو اللي بيمسك في الريسبتور او هو اللي بيمسك في التارجت ان جنرال. معايا يا شباب؟ حد زعلان؟ طيب يلا بينا نشوف الدوكينج ده ازاي. الدوكينج يعني ايه الاول؟ دوكينج يعني ان انا بحاول اشوف البايندينج اورينتيشن بتاع اثنين مولكيولز وذ نون ستراكشرز، يعني لازم اثنين مولكيولز معروف الاستراكشر بتاعهم واشوفهم ازاي بيعملوا انتراكشن مع بعض تمام. انتوا عارفين كلمه دوكينج اصلا في اللغه الاعجميه معناها ايه؟ معناها ان اللي هي السفينه لما تدخل جوه المرسى تمام، انجلش يعني ان انجلش تمام، ده اسمه دوكينج. دوكينج السفينه جوه المرسى بتاعها تمام. ودلوقتي بيستخدموها للموبايل، عارفين الموبايل دوك لو انت عندك موبايل بتحطه كده سيل فون دوك. فهنا نفس الحكايه، انك انت يبقى عندك موليكيول وموليكيول تاني ازاي بيركبوا جوه بعض، هاو دو ذي فيت توجذر تمام. معايا يا شباب؟ انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ انتوا مديني فيشل اكسبريشن عظيم بيسميه الاجانب بوكر فيس. عارفين بوكر فيس؟ يعني ايه بوكر فيس؟ ايوه ناس تلعب بوكر بتعمل ايه بقى؟ مش عايزه تعمل فيشل اكسبريشن يخلي الناس تعرف ايه الورق اللي معاها تمام؟ فبتعمل الاكسبريشن اللي انتم مديهولي ده بالظبط. اللي هو كده اللي هو الاكسبريشن العظيم ده. يلا مش مشكله. الدوكينج ده بيبقى مفيد في ايه؟ الدوكينج ده مفيد في انك انت تعرف البايندينج بوز اوف ذا ليجند، يعني الليجند لو انا عندي ليجند، لو انا عندي ليجند عامل كده وريسبتور عامل كده تمام؟ الدوكينج هيعرفني هل الليجند هيمسك بالطريقه دي ولا بالطريقه دي ولا ايه؟ فاهمين قصدي؟ البايندينج بوز بتاعه جوه الايه؟ جوه الريسبتور. اندرستاندينج دراج تارجت انتراكشنز، اللي هو هعمل مثلا هيدروجين بوند من الحته دي وهعمل ايونيك بوند من الحته الثانيه اند سو اون. كومباريزن اوف افينيتيز، يعني ايه كومباريزن اوف افينيتيز؟ يعني انا دلوقتي مثلا عندي مثلا انزيم
انزيم اسمه ايه؟ اسمه مثلا كوكس، كوكس 2 انزيم، تمام؟ انا عارف ان في دراج في السوق اسمه ايه؟ اسمه سيليكوكسيب. انا عارف ان السيليكوكسيب ده بيخش جوه الانزيم كويس، تمام؟ وليه سيرتن افينيتي. انا عملت في اللاب، انا رحت اللاب وعملت شويه دراجز تانيين، تمام؟ وعايز اشوف الدراجز التانيين دول بيمسكوا هنا كويس ولا لا، تمام؟ الدوكينج بيخليني، بيديني امكانيه ايه؟ بيديني امكانيه ان انا اجرب كل دراج من دول وقارن بين الافينيتيز بتاعتهم، كل ده على الكمبيوتر، واعرف كمان اقارن بين الافينيتي بتاعت النيتيف ليجند اللي هو السيليكوكسيب، فاشوف انهي احسن من التاني. فاهمين حاجه يا جماعه؟ الكلام ده كله بعمله على الكمبيوتر قبل ما اجربه عملي، تمام؟ طيب علشان نعمل دوكينج في اربع حاجات مهمين، وانا عايزكم تحفظوا بقى الكلام ده زي اسمكم. اول حاجه انا محتاج الاستراكشر بتاع ايه؟ محتاج الاستراكشر بتاع التارجت اكيد. امال هعمل دوكينج ازاي من غير الاستراكشر بتاع التارجت؟ محتاج الاستراكشر بتاع التارجت، صح احمد حبيبي؟ طيب ومحتاجه يبقى شايفين الكلمه دي، محتاج استراكشر اقدر اعتمد عليه في ان انا اعمل استنتاجات بقى، اقول ده هيمسك احسن، ده هيمسك اوحش، تمام؟ طيب تاني حاجه محتاج ايه؟ محتاج كونفورميشن الموديل، محتاج كونفورميشن الموديل فور ذا ليجند. يعني ايه كونفورميشن الموديل؟ يعني انا مش مجرد الليجند زي ما هو كده واحطه جوه ريسبتور، لا، انا محتاج مجموعه كونفورميشنز من الليجند بتكفر حاجه اسمها كونفورميشن سبيس. يعني ايه؟ يعني لو الليجند ده مثلا ليه 7000 كونفورمر، اجيب مثلا 7 كونفورمرز بس بيعبروا عن ال 7000، يعني ديستريبيوتد كويس، بيعبروا عن فاهمين قصدي؟ يعني لو انا عندي مثلا ايه؟ مثلا عندي 2 دايهيدرال انجلز، عندي الاستراكشر عامل كده مثلا، فانا عندي 2 دايهيدرال انجلز ممكن يلفوا، تمام؟ ما اجيبش كونفورمر الاثنين فيهم الانجل 100 انجل 0 مثلا، ما اعملش كده، تمام؟ انا اجيب كذا كونفورمر، ممكن دول مثلا اعبر عنهم بستة كونفورمرز، ودول ممكن اعبر عنهم بستة كونفورمر، بحيث ان انا اختار انجل 0 وانجل 60 وانجل، فاهمين قصدي؟ اكفر اكبر كميه من الانجلز على قد ما اقدر، بحيث ان انا اعبر عن ديفرنت كونفورمرز على قد ما اقدر. فاهمين قصدي يا جماعه؟ طيب وبعد كده محتاج ايه كمان؟ محتاج الجوريزم علشان اجرب الجيومتريز. الجوريزم يعني ايه؟ الجوريزم بيقول لي ان انا دلوقتي انا رسمت الاستراكشر بتاع الليجند ومعايا الاستراكشر بتاع الريسبتور. الكمبيوتر لازم انت توجهه، تقول له يعمل ايه بالظبط علشان يفيد ده هنا، تمام؟ فهتقول له مثلا يحرك ده يحطه هنا، يجربه مثلا بالطريقه الفلانيه الاول and so on، تمام؟ طريقه للكمبيوتر يعرف يجرب بيها ازاي بيعمل فيتنج، ماشي كده؟ طيب اخر حاجه محتاج سكورينج فانكشن. محتاج سكورينج فانكشن ليه؟ عشان لو انا عندي كذا ليجند، عندي ليجند مثلا عامل كده، وليجند تاني عامل كده، وليجند تالت عامل كده، وبجربهم كلهم بعمل لهم دوكينج في الاكتف سايد ده، تمام؟ انا لازم اعرف الاخضر ده كومبيرد للاحمر كومبيرد للازرق انهي احسن. ده اللي انتوا عملتوه في اللاب وكنتوا اللي هو الفاليو اس، فاكرين الاس اللي شفتوها اللي هي سكور، تمام؟ يلا نشوف كل دي. اول حاجه احنا عايزين نعرف ريلايبل تارجت ستراكشر، عايزين نعرف الاستراكشر بتاع التارجت بتاعنا بطريقه ريلايبل. بنعمل الموضوع ده ازاي؟ بنعمل الموضوع ده بنجيب، احنا شفتوا في اللاب بنروح نجيب من البروتين داتا بانك نجيب الايه؟ الكريستال ستراكشر، صح؟ يعني احنا الريفرنس بتاعنا ممكن يبقى كريستالوجرافي، وممكن كمان ان ام ار، ده بيعرف يعمل ستراكشر الوسيديشن، يعني بيعرف يعرفك الاستراكشر بتاع ال 3 دي ستراكشر بتاع التارجت، وممكن حاجه اسمها الكترون كرايم مايكروسكوبي. الحاجات دي كلها هتلاقوا لها بي دي بي انتريز، يعني لما تخشوا على بروتين داتا بانك هتلاقوا بي دي بي انتريز ليها، تمام؟ طيب افرض مثلا يا باشمهندس، ازي حضرتك؟ حبيبي. افرض احنا ايه يا عم، كمل لعب يا عم، مفيش كلام ده، كمل لعب براحتك. افرض احنا عملنا ايه؟ عندنا بروتين معين ومش معروف الاستراكشر بتاعه. يعني عندك بروتين معين اوف انترست ودخلت على البروتين داتا بانك وما لقيتش الاستراكشر بتاعه. تعمل ايه ساعتها؟ عندك مثلا بروتين من انواع الايه، مثلا من الجي بروتين كابلد ريسبتورز، تمام؟ الجي بي سي ار، تمام؟ الجي بي سي ار جي بروتين كابلد ريسبتورز دول بيبقوا ممبرين باوند، يعني موجودين في الايه؟ بيبقى الريسبتور عامل كده مثلا، موجود في الليبيد باي لاير. ده معروف ان صعب يتعمل له كريستاليزيشن، ماشي؟ حبه منهم اتعمل لهم، يعني في حبه من دول اتعمل لهم، بس في سب تايبس ثانيه ما اتعملهاش، ماشي كده؟ انت هتعمل ايه؟ لو انت في سب تايب معين انت عايز تشتغل عليه، هتقوم جايب السب تايبس اللي معمول لها كريستاليزيشن، يعني انت في حاجات نون
وحاجات unknown structure. فانت هتستغل النون في انك تعرف الانون تقارنهم ببعض. ده اسمه homology modeling. تمام؟ دي طريقة computation اللي بتتعمل على الكمبيوتر. ماشي كده شباب؟ يعني انا عندي طرق experimental وعندي طرق computational. طبعا experimental in general is more accurate. ازيكم شباب؟ فقدتوا الامل خلاص ولا لسه؟ فقدتوا تماما صح؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب تاني حاجة اتفقنا عليها الـ conformational model of the ligand. يعني احنا بنرسم الليجند على كيم درو وبعد كده ما بنعملوش docking as is. انت بتعمله minimization وما ينفعش minimize structure ده بالذات. مش معنى ده هو اللي هيعمل docking ويعمل docking مظبوط. بتحاول تجنريت conformers كتيرة والكلام ده بتعمله مخصوص لإيه؟ بتعمله مخصوص لما يبقى الـ conformer بتاعك لما يبقى الـ drug بتاعك very flexible لو في single bonds كتير. طيب ثالث حاجة الدوكينج ألغوريثم. في طريقتين in general بتستخدمهم، حاجة اسمها rigid body docking وحاجة اسمها flexible docking. انتوا عارفين يا جماعة الاكتف سايت، لو احنا عندي لو انا عندي مثلا لو انا عندي بروتين، البروتين ده حاجة كبيرة وحتة منه بس هي الاكتف سايت. تمام؟ الاكتف سايت ده بيبقى فيه امينو اسيدز. الامينو اسيدز دي ليها سايت تشين. يعني ممكن مثلا تعالوا نبص هنا كده، نبص احنا دلوقتي مركزين على الاكتف سايت. تمام؟ في امينو اسيدز بيبقى السايد تشين بتاعها فيها او اتش، وامينو اسيد السايد تشين بتاعها بيبقى فيها بنزين رينج، وامينو اسيد السايد تشين بتاعها بيبقى فيها سي او او ماينس، وامينو اسيد فاهمين قصدي؟ تمام. بعد كده بيجي الدراج، لو انا عندي دراج هنا بيحاول يخش هنا كده. تمام؟ ده كده بيحاول يعمل فيتنج هنا، صح كده؟ ده اللي احنا بنعمله في الدوكينج. تمام. طيب في الحقيقه بقى يا جماعه، هل البروتين بيبقى ثابت في مكانه كده والدراج بيحاول يجرب حظه جوه؟ لا. امال ايه اللي بيحصل في الحقيقه؟ في الحقيقه ان البروتين نفسه ممكن يغير من شكله. ممكن تلاقيه مثلا وسع شويه هنا كده، فتح الحته دي شويه عشان الدراج يدخل. فاهمين قصدي؟ ممكن يقفل زياده عشان يعمل. فاكرين موضوع الانديوست فيت؟ المهم ان البروتين في الطبيعي ان هو بيغير شكله. تمام. احنا بقى ساعات بنعمل ايه؟ ساعات بنثبت الاستراكشر ده، بنثبته تماما، بنسميه ريجيد بودي، ريجيد، ونعمل docking للligand جوه البروتين. طب احنا بنعمل كده ليه؟ هو مش المفروض ادي حريه للبروتين؟ يعني مش المفروض اخلي البروتين يتحرك كمان؟ يعني زي ما الليجند انا بحاول اجرب conformations كتيره جوه هنا كده، احاول اخلي برضو البروتين يغير شكله؟ انا ما بعملش كده علشان الموضوع ده very computationally expensive، بياخد وقت كتير. فانت هتلاقي في اللاب استخدمت موضوع الريجيد بادي دوكينج ده. تمام. بس في ده مش معناه ان ما ينفعش تعمل الثانيه. لا، انت ممكن تعمل الثانيه. ممكن تعمل حاجه اسمها فلكسيبل دوكينج. الفلكسيبل دوكينج دي بتعمل ايه؟ الفلكسيبل دوكينج انت بتدي حريه للسايد تشينز دي ان هي تتغير. انت البروتين كله ثابت بس بتغير السايد تشينز دي شويه. ماشي كده شباب؟ يبقى الفلكسيبل دوكينج بس لو هو كان فلكسبل ممكن الافينتي بتاعته تبقى احسن. طبعا الريجيد مش اكريت. تمام. بس احنا بنضطر نعمله امتى؟ لما يبقى عندك مثلا 2000 ليجند عايز تجربه، مش هتقعد لكل واحد تظبطه. تمام. هياخد وقت طويل جدا. ماشي. بس طبعا الفلكسبل دوكينج ماتش مور اكريت. تمام. في حاجات اصلا ما بتنفعش الريجيد دوكينج، يعني يبقى الليجند شكله كبير مش راضي يدخل اصلا. تمام. مش هيدخل غير لما تبتدي السايد تشينز توسع له زي ما بيحصل في الحقيقه. تمام. طيب الالجوريثمز اللي احنا محتاجينها، في طريقه بتخلي البروتين كله يتحرك، مش السايد تشينز بس بتاعت اسمها مولكولار داينامكس. تمام. بس مش هنتكلم عنها يعني. طيب رابع حاجه اللي هي السكورينج فانكشن، اللي هي الاس اللي انت حسبتها دي. فاكرين السكورينج فانكشن؟ تمام. الاس دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الافينيتيز. ميرنا انت منفضلنا ليه يا ميرنا؟ ماشي يا فندم. طيب فانت بتجرب لو انت عندك سيرتن، لو انت عندك الاكتف سايت عامل كده، ده الاكتف سايت اهو، وعندك اللايجن بتاعك عامل كده، انت بتجربه ثواني. اللايجن بتاعك مثلا عامل كده، فانت بتجرب ده تدخله كده مره وبعد كده تلفه وتجرب تدخله كده
وبعد كده تلفه وتجرب تدخله كده. انت ما غيرتش الليجنت، انت بتغير حاجه اسمها بوز، يعني انت بتغير، انت ما غيرتش الكونفورميشن، الكونفورميشن ثابت. طيب انا في النهايه بختار انهي كونفورميشن، بختار الكونفورميشن، بختار انهي بوز، اسف، بختار البوز اللي يخلي لي الانتر اكشنز هنا اوبتيمم. تمام؟ طب انا اعبر عن ده ازاي؟ بعبر عن ده بالاس اللي هي السكورينج فانكشن. واخدين بالكم انا بتكلم عن ايه؟ تمام؟ فالسكورينج فانكشن كل ما تبقى مور نيجاتيف زي ما قالوا لكم في اللاب، السكورينج فانكشن دي على فكره شبه الدلتا جي اللي قلت لكم عليها في اول لكتشر. يعني السكورينج فانكشن بتعبر عن الدلتا جي. فعشان كده كل لما تبقى مور نيجاتيف كل ما الافينيتي يبقى احسن. كل حاجه ريليتد يا باشا، انا ما بقول ما بضيع لكوش وقتكم، كل حاجه انا قلتها لكم ريليتد بالتاني. تمام؟ طيب كله زعلان مني خلاص؟ الحمد لله. يلا بقى فقرة الساحر، فقرة الساحر. السؤال ده كان في امتحان السنة اللي فاتت. فقرة الساحر. هيجي زيه إن شاء الله. بس أنا حسيت إنه كان سهل قوي هنصعبه شوية. يلا نحاول نحل. هو السؤال بيقول إيه؟ السؤال بيقول تعالوا نقرأ السؤال كده بس الأول. Dock the drug into its active site such that it makes cam interaction. أربعة interaction. You have to draw the drug inside the active site. Notice that you might want to reorient the drug so that it fits properly. يعني أنت ممكن تغير الorientation بتاعه علشان يدخل كويس. الأسئلة دي تحلها إزاي؟ الأسئلة دي الأول نفض للدرج خالص وعايزك تبص على الريسبتور تدرسه. تمام؟ الريسبتور عليه إيه؟ الريسبتور هتلاقي فيه حتة هنا عليها positive charge مرسومة بس هي مش باينة دلوقتي، وفي حتة تانية عليها positive charge، وفي جزئين مكتوب عليهم إيه؟ هيدروفوبيك بوكيت، السهم اللي فوق ده ايه الهيدروفوبيك. تمام؟ خلصت دراسه المكان هنا كده، يعني انت عارف انواع الانتر اكشنز اللي هتحتاجها. انت محتاج نيجاتيف مع بوزيتيف صح، ومحتاج هنا هيدروفوبيك، اتنين حاجتين هيدروفوبيك. تعال نبص هنا كده، اوبا لقينا حاجتين نيجاتيف صح، لقينا اهي نيجاتيف اهي ولقينا نيجاتيف اهي، كويس جدا. ايه هنا ممكن يعمل هيدروفوبيك انتر اكشنز؟ عندك المنطقه دي، المنطقه دي اهي ممكن تعمل هيدروفوبيك انتراكشن، والمنطقه دي ممكن تعمل هيدروفوبيك انتراكشن صح كده. يبقى انا هركبه ازاي؟ هشقلبه. والله ينور عليك. يوم انا هقوم جاي هنا كده مشقلبه، هقوم جاي حاطط الجزء الهيدروفوبيك هنا كده تمام، والجزء اللي هيعمل النيجاتيف هعمله هنا كده. واخدين بالكم ليه الحته دي والحته دي؟ حد زعلان؟ الموضوع مش معقد، يعني الموضوع مش مستحيل. تمام؟ طيب تعالوا نبص على السؤال اللي تحتيه. السؤال اللي تحتيه بيقول لك ايه؟ Computer does a similar job to predict the orientation of the drug inside the pocket. What other information can the computer estimate in the process of docking? يعني الكمبيوتر بيعمل نفس الحاجات المنتال اللي انت عملتها دي، تمام؟ بس هو ممكن يعمل حاجة زيادة. ايه الحاجة الزيادة اللي بيعملها؟ انه بيحسب السكور. الله ينور عليك. يعني السؤال الطويل العريض ده اجابته ايه؟ اجابته السكور. ماشي نص من 15. يعني لو جاز اياها في الميد ترم اضرب في 4 يعني هيبقى لها درجه. تمام؟ هو انتوا داخلين بايعين كده ليه يا جماعه؟ هو مش ممكن يعني. امال انا بحل الحاجات دي ليه؟ ايوه ده سكيلينج بس ليس الا. يعني هو نفس الامتحان اللي هيتحط، هو احنا هنضرب في 4 كده مش هنبقى اصلا. ليه؟ احنا كنا بننجح في الورقه. تعالوا نشوف بقى كمان السؤال ده. السؤال ده مش من امتحان السنه اللي فاتت بس امتحان السنين قبل كده يعني. لا مش السنين. عندنا اثنين ستراكشرز وعندنا اكتف سايت، وبنقول انهي من دول هيمسك في الاكتف سايت احسن. اتفقنا نحل الاسئله دي ازاي؟ نبص على الاكتف سايت الاول ونحاول نحبه. تمام؟ الاكتف سايت فيه ايه؟ في حته نيجاتيف. الحته النيجاتيف دي ممكن تعمل انتراكشنز عامله ازاي؟ ممكن تعمل ايونيك، وممكن تبقى هيدروجين بوند اكسبتر مثلا صح؟ وعندنا NH2. ال NH2 ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى ايونيك لو بقى NH3 بلس، ممكن يبقى ايونيك، وممكن يبقى ايه برضه؟ وممكن يبقى هيدروجين بوند دونر او اكسبتر صح كده؟ وعندنا هيدروفوبيك اريا. تمام؟ تعالوا نشوف ايه فوق بيعمل الحاجات دي. احنا دلوقتي عندنا الاثنين دول مثلا. ده كده ده هيعرف يعمل معاهم انتر اكشن؟ هنلاقي الحته دي مش هتعرف، الحته دي مش هتعرف تعمل انتر اكشن هنا او هنا صح؟ الحته دي هتعرف بس الحته الثانيه لا. طب لما نبص هنا كده هنلاقي ان الاو اتش ممكن تنتراكت هنا بهيدروجين بوندنج، والان اتش 2 برضه نفس الحكايه ممكن تنتراكت هنا.
تمام. يبقى ال NH2 هي الهيدروجين بوند دونر وهنا الاكسبتر تمام. اه وال CH3 اللي فوق دي تبقى هيدروفوبيك انتراكشن. حد زعلان؟ طيب حد يحل لي السؤال ده؟ حضرتك هنا ثواني نعمل زوم اهو. انا عندي اثنين، عندي ليجند وموجود جوه الريسبتور مرتين، مره بالوضع، مره بالوضع ده ومره بالوضع ده. وانا بسالك الاثنين دول هل هم نفس المولكيول، هل هم ديفرنت مولكيولز ولا ديفرنت كونفورمرز ولا ديفرنت بوزز؟ ديفرنت بوزز. هو نفس المولكيول بالظبط ونفس الكونفورمر بس انا لف، صح كده؟ تمام. نعم الاجابه هتبقى ديفرنت بوزز اللي هي دي. تمام. انا مثلا قلت لهم السؤال ده قبل، يعني قلتها لهم السمستر اللي فات تمام، بس اللي جبته في الامتحان جبت ايه؟ جبت حاجه شبه كده بس ما سالتهمش بقى هو ده ديفرنت بوزز ولا لا. انا قلت لهم انهي من دول هو البايو اكتف كونفورمر، انتوا ايه رايكم؟ احنا اتفقنا بايو اكتف كونفورمر يعني ايه؟ الكونفورميشن بتاع الدراج اللي هو بيعمل بيه اوبتيمم انتراكشنز تمام. طيب هما الاثنين نفس الكونفورمر، احنا لسه متفقين ان هما نفس الكونفورمر. لو واحد منهم باي اكتف يبقى الثاني باي اكتف. انا ببقى عايز حد بيفكر بس تمام، الدماغ تعمل، لابد من دماغ تعمل في الامتحان تمام. طيب خلاص كده خلصنا. انتوا اظن الدكتور كلمتكم على الفرق بين الستراكشر بيزد واللايجن بيزد دراج ديزاين صح؟ ولو هنتكلم بقى لو مش هنمشي